مشاهدينا الأعزاء، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة وطن. النهاردة بقى حلقتنا نبتدي بيها عن المدارس. أهلا بالمدارس وأهلا بالجامعات بعد أجازة طويلة، تعتبر أجازة أطول أجازة مرينا بيها ومر بيها الطلاب بعد فترة كورونا. المدرسة شيء مهم جدا، الجانب الأخلاقي جنب العلم، بيبتدي أول بيت أول ما بتتولد، يعني نعتبره البيت الثاني بعد بيت الأسرة، لأن هو بيركز على أخلاقنا ومبادئنا. بنتعلم كتير حاجات كتير بالمدرسة، يعني منها الأنشطة، ممكن الموسيقى والغنى والفن والرسم والرياضة، كمان بنكون أصدقاء والذكريات اللي بتتحفر معانا لغاية ما نموت، بنفتكر ذكريات المدرسة وحنيننا ليها. النهاردة معانا فقرة حلوة جدا هنشوفها، وهي تعتبر كوميدية، بس تسمحولي أقول لكم حاجة كده عن المدرسة افتكرتها. بحبك يا مدرسة، بحبك حتى وانتي بعيدة، بحبك يا مدرسة حتى وانتي عنيدة. أمسك الكتاب والهندسة والحقيبة وأحملها على ظهري ولو ثقيلة، أفتح صفحة وأكتب قصيدة أرسلها إليكي وأنتي سعيدة، ذكراكي أنتي عزيزة. خلونا نروح نشوف الفقرة اللي معانا. هي حقيقة فقرة كوميدية ساخرة، ومش كل النقد ساخر يعني للترفيه والضحك فقط، ولكنه بيبقى العكس أو رسالة من الواقع عايزين نوصلها بس بشكل تاني خالص. خلونا نشوف الفقرة ونرجع نبتدي حلقتنا على طول، خليكم معانا. اهلا بيكم في حلقتنا. النهارده هنتكلم عن السنه الدراسيه الجديده بعد اجازه اللي بتعتبر الاطول في التاريخ الحديث، ونرصد معاكم النهارده شعور الطلبه وهم راجعين للمدرسه. قولي لي يا حبيبتي، انت مبسوطه كده ليه النهارده وانت رايحه المدرسه؟ ما لازم اتبسط طبعا، عشان ماما هتصحينا كل يوم الساعه 7 الصبح، وغير بقى الاساتذه والابلوات اللي يقعدوا يضربونا في الحصص، وكمان يشيلونا شنطه تقل مننا، حاجه تفرح خالص. ما انا بقول اهو بحب المدارس خالص، بحب الابله اللي ضربتني بالجزمه دي، ويا رب ويا رب المدارس ما تقفلش تاني عشان كورونا. قوليلي، انت جربتي التعليم اونلاين قبل كده؟ جربت، بس الابلوات زهقوا مني ما عادوش بيدوني. طب ليه؟ عشان ماما كانت بتتفرج معايا وبتقولي يا ريت الابله دي تشيل الستاره اللي وراها وتغسلها، علشان ويا ريت ما تحطش الرجل الاسمر ده عشان مش لاقي عليها خالص. ماشي والله، من قايله لهم الحته بتاعت مدرستي جميله ومتطوره، والقبله بتفرق عن الشوكولاته. طيب ايه رايك يا حبيبتي؟ حبيبتك انت كمان، بس كده بتطلع فينا اساسا. ومعانا دلوقتي طلبه الجامعه. انا شايفاك انك حزين قوي ان انت راجع الجامعه. اه طبعا يا ابله، احنا راجعين بقى للكافيتريات بقى والهيصه بقى بتاعت العيال ديت بقى والبنات ومش عارف، والرحلات بتاعت الكليه وحاجات في منتهى القرف بصراحه. هو في كده؟ انت ايه رايك في التعليم اونلاين؟ خليك معايا يا حبيبي، خليك معايا. ايه الاونلاين ده اللي هو على النت يعني؟ اه على النت. والبنات ده هتجيبوها لنا منين ان شاء الله؟ بنات مين؟ لو سمحتي، انا راجل مجتهد لازم اصحى كل يوم من صلاحيات ربنا احضر اخر 5 دقايق في المحاضره واقعد اراجعهم مع زميلاتي لحد المغرب، انما هتكروتونا تقولونا الاوربين الكلام الفاضي ده. انا ملاحظه كده انك اصلع وعندك كرش. انت بقالك كام سنه في الكليه؟ انت تديني كام سنه يا قمر؟ انا هديك في سنينك طبعا بعد التصوير. اصل كل سنه بقى بيغيروا لنا الدكاتره ويغيروا لنا المناهج ويغيروا لنا الطلبه والموضه، فلو ما قعدتش انا بقى للحاجات دي كلها مين اللي هيلم المنهج ده كله غيري؟ احنا بنضحي عشان البلد يا اخوانا، هو في كده؟ فعلا والله بتضحك جامد قوي، ميرسي لحضرتك. لا ميرسي ايه يا ابله، ميرسي ايه؟ هتسيبيني بقى وتروحي لحد تاني تلوكلوكي معاه؟ انا مفيش واحده بتعمل معايا الكلام ده يا اخوانا. بقول لك ايه، كلمه زياده ويخلوهم ينجحوك من الكليه وتتخرج. لا ابوس ايديك، كله الا كده يعني، انا شهاده وفاتي احسن من شهاده التخرج. اتفضلي يا ابله، جامعه جامعتك، اتفضلي. ورجعنا لكم تاني وبنبتدي بقى حلقتنا اللي بجد. النهارده معانا ضيف مشرفنا، وهو طبعا من جيل اكتوبر، وبنحتفل طبعا الشهر ده شهر اكتوبر بانتصارات اكتوبر. جيل اكتوبر هو عصر البطولات والانجازات، الوطن اللي ارتوى بدماء الشهداء. تسمحوا لي اقول لكم جزء من وصايا جيل اكتوبر: لا تظنوا ان الحفاظ على الوطن بالامر الهين، ولان الحرب من اجل استرداد الارض،
كانت مجرد حرب أو انتهت. كانت حرب فيها نكون أو لا نكون. سنوات ما قبل الحرب كانت سنوات إعادة ترتيب المشهد والاستعداد لمعركة حاسمة برا وبحرا وجوا. معركة طال انتظارها، وبفضل الله استطعنا نحن جيل أكتوبر أن نكبد العدو خسائر هائلة مادية ومعنوية. الأرض هي الشرف، هي الشرف، وإن يعني فإن الشرف فلا شرف لنا ولا كرامة، لو سلبت مننا فلا شرف منا ولا كرامة. أرحب بقى بضيفي اللي موجود معانا النهاردة، الأستاذ رشاد الحيني، مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. نورتنا. بوجودكم جميعا وقناة الصحة والجمال. حضرتك طبعا سمعت الجزء من الوصايا الجيل اكتوبر ده، كان جزء بسيط جدا يعني. فبدايه كده لو حبينا نسال حضرتك كده، تكلمنا عن جيل اكتوبر. اولا انا بقول صباح الخير للساده المشاهدين، وبما ان انا في قناه الصحه والجمال فبقول صباح الصحه وصباح الجمال صباح الحيويه. بقول للشعب مصر صباح النصر لشعب مصر، بما اننا في مناسبه احتفال بذكرى نصر اكتوبر. انا ما بحبش اقول حرب اكتوبر، بقول نصر اكتوبر على طول، نصر اكتوبر. طبعا احنا طلعنا، الاجيال بتاعتنا طلعت كلنا، الجيل بتاعنا واللي بعد مننا واللي قبل مننا والاجيال دي كلها، متواصل تواصل الاجيال ده كله، عرف انتصار اكتوبر من خلال ما تم تفعيله في المعركه السيمفونيه العسكريه اللي اتكلم عليها العالم كله. اجيال متواصله كلنا بنتابع بعض، الحرب بدات ازاي. وبعدين انا عايز اقول انتصار اكتوبر ده احنا بنعلم ولادنا، احنا ما بنقولش حرب اكتوبر، بنقول انتصار اكتوبر. بس احنا بنقول ليه الكلام ده كله بقى؟ احنا بنعلم اجيالنا ان احنا حاربنا عشان في ارض اتاخدت مننا. يعني انا ما بحبش كلمه حرب اصلا، بحب دايما السلام يعم في كل مكان. فانا بعلم الاجيال، بعلم ولادي، بعلم وكل الناس اللي اشوفهم بتكلم معاهم، لا احنا بنقول انتصار اكتوبر عشان في ارض اتاخدت مننا. فعشان الارض اتاخدت مننا فاحنا كده بندافعنا عن بلدنا وعن ارضنا. طبعا حرب اكتوبر العالم كله اتكلم عليه، سيمفونيه عظيمه، تخطيط استراتيجي عسكري حصل في وقتها. عايز اقول لحضرتك يعني من اقوى الحروب سياسيا وعسكريا. مصر خاضت الحروب دي، بس احنا الحمد لله دلوقتي في امان وسلام. والجنود دول اللي هم حاربوا في اكتوبر 73 هم اللي سابوا لنا الارض وعملوا لنا يعني حاجات كويسه. طلعت اجيال مننا وكل الاجيال طالعه متواصله، كله بيشوف السينما قدمت ايه بالظبط عن 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 انتصار اكتوبر 73. كل الطفل وهو صغير بيشوف وبيقول انا شفت كذا، انا شفت اجدادي، انا شفت اخواتي، ولاد عمي، بابا كده يعني. فما شاء الله يعني الحرب دي احنا الذكرى دي دايما كل سنه ان احنا فيها بنحتفل بيها. احنا بنشكر طبعا الدوله وبنشكر كل القائمين على الاعمال اللي هم بيوعوا الشباب وبيوعوا، ما زلت بقول بيوعوا كل الاجيال على ما على نتيجه السرداد الارض بتاعت مصر. طيب لو عملنا مثلا مقارنه ما بين الجيل الاكتوبر والجيل الحالي اللي بيسموه جيل الايباد وجيل العصر الحديث. يعني وانا اقول لحضرتك حاجه، هو جيل اكتوبر طبعا ده وسام على صدرنا اساسا كلنا جميعا. وانا مش عايز اقول بنصح الشباب ولا بنصح المواطن المصري، هو المواطن احنا بنتكلم عن هو الحرب دي كانت اساسا عشان ايه؟ كانت دفاع عن الوطن، كان الدفاع عن ارض الوطن. فاحنا بنتكلم دلوقتي بنقول المواطن المصري، الشاب المصري دافع عن وطنك. هو معنى انك انت تدافع عن وطنك مش تقوم تمسك سلاح وتطلع على الجبهه وتحارب، لا، دافع عن وطنك بشغلك، بعملك، باجتهادك في المكان انت بتشتغل فيه. احنا كلنا كشعب لازم نحب بعض، لازم نجتهد جميعا مع بعض. لازم يبقى الحس الوطني عندنا. كل انسان بيبقى غيور على الوطن، على بلده، على مصر اللي هي ام الدنيا. وبقول لحضرتك احنا لما بنسمع اغنيه وطنيه، انا مش عايز اقول لك ان احنا يعني بنقشعر واحنا بنسمع الاغنيه الوطنيه.
ده احنا وكل وانا بناشد الشباب في اجيال صغيره ما مش بيحسوا بيها خالص. والله انا يعني اقول لحضرتك حاجه، هو ده التعليم بقى من البيت اصلا، من المدرسه، من المدرسين، طلبه الجامعه. هو تعليم، هو دلوقتي الولد وهو في ابتدائي، انا بقترح حاجه يعني، مثلا اقول ان اول يوم افتتاح مدارس، وبما ان حضرتك دلوقتي جبت حاجه في الموضوع عن افتتاح الموسم الدراسي الجديد، بقول ان ليه اول يوم في المدارس ده ما يكونش احتفال حقيقي فعلا بذكرى نصر اكتوبر. وعموما كل مصر بتحتفل من يوم 6 اكتوبر واحتفالات قويه جدا، بس انا عايز الطفل وهو صغير ابتدائي يعرف ان اول يوم ده عنده احتفال، مش هقول حرب اكتوبر، بذكرى نصر اكتوبر واسترداد الارض اللي اتاخدت مننا. ده بيطلع زي ما احنا طلعنا كده، احنا في الجيل بتاعنا والاجيال اللي بعد مننا طلعنا عرفنا الحرب اشتغلت ازاي والقصه كانت ماشيه ازاي، وخدوا الارض مننا، عرفنا ان الجنود البواسل بتاعتنا الجيش المصري العظيم هو اللي استرد الارض بتاعتنا دي. فانا بنصح الشباب وبنشر الشباب دلوقتي، خليك غيور على وطنك، خليك عندك حس وطني، شارك في كل حاجه سياسيه، المهم انك انت تمشي صح، ما تعملش حاجه غلط. عايز اقول يعني ان لازم كلنا نوصل لبعض الكلام، يعني اجيال متواصله زي ما انا قلت، تواصل الاجيال، تواصل الاجيال ده خاصه في الحس الوطني، انك انت تخاف على بلدك. انت انا اسف يعني، هو حضرتك انت كشاب او كمواطن ابن مصر، لو انت عندك بيت واتاخد منك 20 متر مثلا من الارض بتاعتك وحد ياخدها، بقى انت هتعمل مشكله وتجيب اهلك وعمامك واخوالك واخواتك وتحارب عشان تجيب الارض دي. احنا ما بنتكلمش في حرب خالص دلوقتي، احنا الحمد لله من 73 الدنيا جميله ومصر جميله ومصر فوق الجميع، احنا ما بنتكلمش في حرب خالص، احنا بنتكلم في حبك لوطنك. حبك لوطنك ده ايه؟ يعني ايه انت عايز تثبت لي انك انت بتحب وطنك؟ انتظم في شغلك، في عملك، حب الناس، خلي نيتك خالصه واجتهادك في عملك. كلنا، انا ما بتكلمش على حد معين طبعا، يجب علينا كلنا، مهني، فلاح، مزارع، موظف، اي مهنه، انك انت بتحب مهنتك يبقى بتحب وطنك. طالما انت بتحب مهنتك وتشتغل في مهنتك وبعمل واجتهاد، انت كده بتدافع عن وطنك. ادي يعني معنى الكلام اللي احنا بنقوله للشباب. فانا بدعو للشباب ان هم، هو شباب مصر الكويس، والشعب المصري بطبيعته شعب طيب، ولكن الشعب الطيب ده لما يجي عليه عدو مش هيسكت. الشعب المصري ده قوي وعنيد، عنيد في الخير وعنيد في استرجاع وطنه، وبيرفع اسم مصر في كل مكان، وهو ده اللي احنا عايزينه في الجيل الحالي، الاجيال اللي هي التماسك، يفضلوا متماسكين. انا بتكلم على تواصل الاجيال وتماسك مع بعضنا جميعا طبعا، ولازم يبقى في توعيه، والدوله مش مقصره في اي حاجه. المفروض التوعيه بقى استاذ رشاد من هم صغيرين. انا بتكلم كده، زي ما احنا طلعنا كده، احنا الجيل بتاعنا واللي بعد مننا طلعنا عرفنا الحرب وشفنا الافلام وشفنا الدنيا، الافلام العسكريه وكذا، الحاجات دي ثابته في دماغنا لغايه دلوقتي. فانا مش عايز الميديا والحاجات اللي طالعه دي تاثر على الولد وهو صغير، تأثر على الشاب. لا، لازم يحتفظ بالتراث القديم بتاع بلده، يفتكر بقى الافلام. احنا ما زلنا لغايه دلوقتي نفتكر فيلم الرصاص لا تزال في جيبي، فيلم مش كده يعني، افلام كتير. فانا اتمنى ان 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 الشاب المصري ابتداء من الولد الصغير ينتمي لبلده ووطنه. وانا بقول تاني، انت حضرتك هتدافع عن وطنك ازاي؟ مش هتمسك سلاح وتطلع على الجبهه، لا، انت بتدافع عن وطنك بعملك باجتهادك والكلمه الصادقه. ما هو كده بالظبط كده. انا معايا بقى مفاجاه جميله جدا جدا جدا، معايا الطفله او الشاعره الصغيره المعجزه، القمر دارين طلعت، تعالي يا دارين، ده هي هتقول لنا شعر واشعار، والنهارده جايزه حاجات وطنيه عشان اوري حضرتك بقى. انا بتكلم عليهم، انا بتكلم على اهلا اهلا بالقمر، مش عايزاكي تخافي خالص بقى، هيقفي بقى هنا كده وقدمي نفسك الأول. قدمي نفسك. عرفي نفسك. اسمي دارين محمد طلع. ماشي يا دارين، عندك كام سنة يا دارين؟ سبع. سبع سنين. مجهزة ايه بقى النهاردة؟
قصيدة حكايتك يا مصر وقصيدة الرسالة. طيب ماشي، نبتدي بحكايتك يا مصر. قصيدة حكايتك. تعالي صوتك أكتر، عايز صوتك يبقى عالي. قصيدة حكايتك يا مصر للشاعر عبد الله حسن. تمام. بسم الله، بسم الشعب، بسم الأمة، وبسم النيل، بسم الثورة يا بلدي يا حرة، وبسم الصبح وبسم الليل، بسم الفرحة اللي بتغطي وش العيل وش الشيخ، اشهد يلي بتسمع صوتي هات قلمك واكتب يا تاريخ، ارجع بدل السنة 2 10 20 30 40 سنة، مصري أنا وزي من، وكل شيء في الدنيا بادئ من هنا، اللي بدا واللي ابتدى، وهنا اللي صان واللي اشترى، وعلى اللي كان والجرى، شبك ايدين اللي في ايده بندقه جنب اللي شايل مسطره، شبك دراع اللي في مصنع في الصعيد جنب اللي يحصد في الدره، لملم طموح الفلاحين، لم العيون السهرانين من القاهرة طلعت تمحضع في العدد، فاغرس علم يطرح بلد بلد بلدي بدايتي، إنما في ألف ذكرى معلمة من تضحياتنا المؤلمة، سينا مهش أرض وسما على كل شبر في ملحمة، يا شعب يا حامي الحمى ويا خيرة الأجنان مد، الصبح طالع علينا بركة وعلى العدو النور مخيف، أبويا بيلمع بيده وأمي بتسوي الرغيف، والحزن ليه دراعات وخدنا ابن الأبلس، من قبل 6 سنين وقعنا ودقنا نكس، الظهر قدم في الجوامع والكنايس يزقروا، الناس بتسأل في الشوارع ابط وطن ينحرروا، الجندي واقف كان يدوب لو مد ايده يسد عين الشمس سد، كان الجبان المرتعش كان مستخبي في ظهره سد، جيه النهار لما اتصف صليت عشان وطني اتنصف، الشمس حرقة والصيام حام، اثبت يا ابويا ربنا حام، ابدأ اشارة وابتدى يتكلم، الله معاكم رد قال له تمام يا فندم، شوف مصر ايه محتاجة وانا جاي، والكل ذرة رمل من سينا هقدم روح، حالف يا هرجع للعيال فايز، يا اما هرجع في الكفن بلا روح، الصحراء واسعة، الصحراء واسعة، وفي اواخر الصيف اول تحدي اعدي من بارليف، وافرد دروعي على القنال واعدي اجيب اللي سرق بلدي، وحي على القتال وابويا واقف منتظر، ساعة ما قال هجوم القلب كان بره الضلع بيبص ترابك يا بلد، لا لا ما تخافيش واطمني ربك خلقني منتصر، ساعة الخطر اللعنة اللي خاف صاحبه وقع بيقول قوم، ينده بصوت اسعاف ده كان زميل في المعسكر حرب الاستنزاف، وشريكي في طبق الفول بيشدوا من الافارول، ما تموتش دلوقتي ما تموتش دلوقتي تماسك يا ولد، فاغرس علم يطرح بلد هاتوا القلم يفنى البلد تبقى يبقى الوطن تبقى بلادي، ارضي بتوحشني وطليه البعادي، ده انت غايتي ومراد وعلى كل العباد، كمن نيلكي من ايادي من ايادي، طيارات من فوق ومزيكا بتعزف في النشيد الله اكبر شرخه واحده، وابتدى العدات يعد هنا يرتفع جسد الشهيد، يرمي سلام الطيارات، اوعوا تقولوا على اللي راح يفدي البلد ويضحي مات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ايه العظمه دي؟ جميل جميل جميل، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ما شاء الله عليك. اه طبعا لازم حضرتك تعلي عليه. تعالي كده بصوا، هو انا بقول زي ما احنا حكينا، بنقول الحس الوطني والانتماء الوطني والدفاع عن الوطن، نموذج معانا اهو، بصي كده، بصي الكاميرا يا دريم، بصي الكاميرا كده،
هنا يا ده نموذج معانا لطفلة 7 سنين. هو ده الحس الوطني، هو ده الدفاع عن الوطن، هو ده الانتماء للوطن. وذكرت في القصيدة بتاعتها بتقول لما عدوا خط بالليف والقصص دي، يعني هو ده الحس الوطني اللي بتكلم فيه. طفلة 7 سنين أو 6 سنين بتتكلم وتدافع عن وطنها. في بتدافع عن وطنها ازاي؟ قصيدة شعر قالتها، بيت شعر قاله، ده انتماء وحس وطني ودفاع عن الوطن. فاحنا بنقول الاجيال اللي ما فوق ال7 سنين 15 وال20 وال25 دافعوا بقى عن وطنكم، انتموا لوطنكم، خلوا في حس وطني عندك. حس الوطني ده زي ما انا قلت في بدايه الحلقه مش هيجي انك انت تمسك سلاح، لا، احنا بعيد عن الحرب خالص. اشتغل واجتهد واكسب مهارات كتير قوي كده بتدافع عن وطنك. هي مصر بتعلو ازاي يا استاذ؟ الوطن بيعلو ازاي؟ الوطن الشعب هو اللي بيعلي، اللي بيعلي الوطن. احنا كشعب مصر احنا بنعلي مصر دولتنا. لكن لو انا متخاذل ومتهاون، انا ما بتكلمش على شخصي، انا بتكلم على كل الناس، لو احنا متهاونين واحنا مش متقنين في عملنا، انا اسف يعني، مفيش مصر، مفيش وطن بيعلو ويرتقي الا بشعبه. ده الكلام اللي انا بقوله، عايز اوصله، لان انا ما ينفعش اتكلم عن حرب 73. كل القنوات اتكلمت وكل الساده الافاضل المحترمين اللي قبلنا اتكلموا عن حرب 73 طبعا كتير. لكن انا بتكلم دلوقتي بنصح وبوجه كلام ازاي نستفيد من حرب اكتوبر، وبقول ان احنا نستفيد انك انت عندك، انت عندك عمك وخالك وابن خالك وابن عمتك وصاحب والدك، كل ده استشهد، تم استشهاده. ارض سيناء اتراوت بدم الشهداء. فلازم احنا نحافظ على الكلام ده كله، نحافظ عليه. ادي نموذج اهو صغير اللي انا بتكلم فيه، اللي انا اتكلمت في بدايه الحلقه بقول ان احنا عايزين اول يوم مدارس، اتمنى يعني ان اليوم يبقى عالمي، احتفال اول يوم مدارس بحرب، قصدي بانتصار 73 اكتوبر 73. انا ما بحبش كلمه حرب خالص، عادي بقى، انا راجل مسالم ومعرفش خدت من وقت حضرتك كتير ولا ايه. انت عايز تعمل تحيه لجدك صح؟ بس قبل ما تعملي التحيه انا عايزه تقولي لي مين اللي رعى موهبتك الجميله دي، ماما ولا بابا ولا مين السبب الرئيسي يعني تحبي تدي له الموهبه الجميله دي؟ ماما وبابا كانوا مين؟ ماما وبابا كانوا بيشجعوني، وخلو احمد كان بيتصل بيا من ايطاليا ويسالني عملت حاجه جديده ولا ايه، وخلو محمد. ما شاء الله عليكي. وانت ما تكبري نفسك تطلعي ايه؟ نفسي عايزه شاعره برضه؟ دكتوره وممثله كمان. طب حلو، ده انت متنوعه بقى يعني علم وفن. طيب انت عايزه تهدي ايه لجده؟ عايزه اشكره على ان حارب في حرب اكتوبر. تقولي له ايه؟ هو جده عايش؟ طب تقولي له ايه؟ شكرا يا جده، شكرا يا بطل، شكرا يا عظيم. انت بتحبي مصر؟ بتحبي مصر قوي. بتحبي مصر طبعا، يعني الكلام اللي قالته ده كله ده نتيجه ايه؟ حبها لوطنها، حبها لمصر. اتكلمنا في القصه دي والموضوع ده يعني. واحنا معاكي يا دليل ان شاء الله لما تكبري تبقى حاجه كبيره قوي 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 قوي، وتتكرمي من كل الرؤساء ومسؤولين مصر. لما تكبري تبقي شرف، تبقي انت اصلا شرف وانت صغيره بنت مصريه ومشرفه في حدوته وطن. نورتيني النهارده يا دليل. وحضرتك نورت طبعا. بصراحه انا سعيد جدا بالحلقه، وبشكر قناه الصحه والجمال والقائمين على العمل بها، وبشكر حضرتك طبعا على استضافتك الجميله. ربنا يخلي حضرتك يا رب، ويا رب اكون كنت ضيف خفيف.